Hello and welcome my friends to a new challenge and a new game with Off the Road. اهلا بيكم يا جماعة في جيم جديد ولعبة جديدة Off the Road. معانا الطيارة الشيناك الجامدة دي، طايرين بيها في الجو وفوق الصحراء وفوق القطر بتاعنا. يا سلام، ايه ده، طيارة جامدة جدا جدا، مفيش كلام. واقفين فوق القطر، هيعمل ايه ده؟ هينزل فوق القطر ده ولا ايه؟ بيعمل ايه؟ بيحاول، هنحاول ننزل فوق القطر، هنحاول ننزل. اوه القطر مش هو اللي خاف مننا يا جماعة. هنكمل برضو، طيارة جامدة جدا جدا جدا. هنحاول تشالنج ان احنا ننزل فوق القطر. اها يلا هنلف بس. ايوه نرجع كده وهنكمل بقى، ندخل شمال شوية. هنحاول نلحق القطر من الناحية التانية. ده جسر المفروض نبنيه بعد كده سوا. هنكمل ماشيين اهو، تحفة جدا. شايفين انا متماكن طول عمري، الجسور تحتنا في كل حتة. شينوك طايرة برضو، مكملين مع بعض. تحفة جدا، شايفين المنظر من فوق، تحفة جدا جدا جدا. شايفيني وانا قاعد اهو، انا اللي قاعد ده، انا اللي سايق الطيارة. ننزل على الجسر، هننزل. لا 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 نكمل احسن. ها هتعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ننزل نكمل. الجسر ده لسه بيتبنى تقريبا. يا سلام متمكن، مولود طيار يا جماعة. ننزل على الجسر. اوه انزلقنا انزلقنا. محاولة تانية، لا نطير احسن بصراحة، جامدة جدا. ننزل بقى، كفاية علينا كده بصراحة قوي. ننزل من الطيارة لان انا لقيت حاجة حلوة جدا. نمشي كده، فين هي؟ ايوه اهي. ببساطة يا جماعة لقيت العربية بتاعتي، أنا افتقدتها كتير جدا بصراحة. العربية بتاعتي كارما، كارما الجميلة. هنا ممكن أعمل استعارة للطيارة الهليكوبتر بتاعتي التانية الأباتشي، جبتها. شايفين ساحر ساحر طول عمري، أدي الأباتشي بتاعي. لكن بصراحة لا لا، كفاية طيران الشينوك كانت كافية جدا. أركب بقى عربية الكارما الجامدة دي وأعمل بيها مغامرة شوية وآخد بيها لفة على البحر. يا ولد يا سلام، الفلوس ولا بنبص لها. ايوه شيم بقى، ايه اقصى سرعة، وعايزين ناخد كده مغامرة جامدة في القيادة، ولا هنبص لأي يا ولد، ولا هنبص لأي تشالنجز ولا أي تحديات. وهنكمل كده لفة حلوة في الهواء الطلق. هي العربية لوحدها مغامرة بصراحة. ايوه يا ولد، ايه كوينز اللي لونها بيربل دي؟ لا احنا ناخدها احسن بقى. تا 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 خدنا كوينز، ماشي في المية يا